سيطرة. هلا اهلا وسهلا. الناس بيعيطوا لك مسيطرة هيك بي. هيك كله صار، صرت مشهورة مسيطرة مسيطرة، كله صار بيناديني مسيطرة. طب لميس هذا أول لقاء لك إعلامي؟ لا لا أنت ما بشوفك يعني ما طلعتي بالإعلام لقاءات كثير. بصراحة يعني الموضوع يعني لأنه أنا كنت عم حضر لغنيتي الجديدة، سو كنت كثير مشغولة فيها الفترة اللي فاتت مشان هيك. بس من وين طلعتي لنا أنت؟ من وين يعني قديش إلك بالفن؟ قد إيه إلك زمان أنت بتغني؟ أنا من زمان كثير بغني، من أنا عمري 14 سنة مثلا. والله. بس تركت الفن شوي ورجعت لكم بقوة مسيطرة. رجعتي بكمبلي أغنية كتير قوية وكتير حلوة، حبيتها الناس ما شاء الله على التيك توك والدنيا كلها والعالم والعاني. يعني كنت متخيلة إنه هيدي الأغنية تعمل هذا الصدى؟ لا طبعا ما كنت متخيلة، كنت متخيلة إنه تنجح بمصر صراحة، بس إنه تنتشر برا بالسعودية بالعراق. يعني أنا الفيوز عندي المرتبة الأولى السعودية وبعد العراق. هاي كانت صدمة كبيرة بصراحة. أول ما سمعنا الأغنية يعني أنا أول ما سمعتها قبل ما أعرفك وقبل ما يعني أنا افتكرتها مصرية. أنت سورية كمان يعني؟ أنا سورية. يعني سورية واتقنتي مثلا هذه؟ لا يعني بتجيب اللهجة المصرية يعني الأكسن 100%. بس على فكرة ما بعرف أحكي مصري. يعني لما أجي أحكي مصري بحكي ما بعرف اتقنها مزبوط، بس بالغنى سبحان الله بتزبط. ما بعرف كيف فكرة الغنية، كيف طلعت، كيف يعني كيف اجتك او كيف سمعتيها او كيف يعني قصة الاغنية، خبرينا عنها. هلا انا بصراحة فجأة طلع براسي انه بدي اعمل غنية، تواصلت مع ناس. وانت من هي دون اول غنية سمعتها حتى، يعني ما سمعت شيء ثاني. كان حدا سمعها قبلك او حدا كان؟ ما بعرف صراحة، او شيء ما بعرف. يعني عادة لما في اغنية بتضرب او شيء من هالنوع بيقولوا انه مثلا هاي الاغنية كان حدا بده ياخدها قبلي او اسم؟ لا هو كان محضرها لألي، يعني هو حضرها لألي، هو سمع صوتي وقلت له انا بدي غنية حلوة، كلام حلو لذيذ، فكرة حلوة، فعملها. لميس انت قديش مسيطرة؟ قديش يعني عندك هالسيطرة هيدي ولا بس بالاغاني؟ بصراحة يعني شوي، يعني مشان هيك يمكن ما عم بعرف ارتبط. ما بحب حدا يمشي كلامه علي. بتجيك الحمل؟ لا القوس. ما بتحبي حدا يمشي كلمته علي؟ صعب كتير. صعب يعني انت مثلا كنت مرتبطة او شيء او صار في؟ انا يعني ما بدي احكي بهيك، ما بدنا ندخل ديب كتير، خلينا على الفايش. طيب الأغنية يعني في ناس أنت عم تسمعي ردود الأفعال عليها وهيك للأغنية، لحتى اللي بيقولوا في ناس طلقت من وراء الأغنية أو ناس مثلا يمكن حكيوا أنه هيك مثلا؟ لا بعيد الشر، يعني أكيد بتضايق لما بسمع هيك شيء. هلا الموضوع بيضحكني شوي بس مستحيل يعني يكون صار، مو لهالدرجة. يعني الغنية فور فن للمزح، يعني مو انه البنت تسيطر على الرجال، يعني تسيطر عليه وتقول له روح وتعا ومدري شو، لا مو قصدي هيك. تسيطر عليه بنستها بشياكتها برقتها بحنيتها. برافو عليك. خليه هو اللي ما يطلع برا، هيدا الكلام، ما يشوف غيره. هيدا الكلام، هي السيطرة، هي معنى السيطرة الحقيقي. انت هيك بتقصدي بهيدي الطريقة انه انت مثلا كامرأة حلوة ومثيرة وبتهتم فيه للرجل وهو بيهتم فيكي، يعني بتكونوا يعني في مسيطرين على بعض يعني. تقريبا مسيطرين مثل على ما بعض. قلت انا مو مثل ما انت قلت. دائما بدك السيطره عندك، يعني معقوله؟ طيب لا يعني بس متبادلي يعني. ما بحب يمشي كلامه علي، بس لان احنا بيتحكم في اللي عملي روحي تاعي، ما تلبسي ما تعملي، لا ما بستحمل. نحن بمجتمع شرقي وعادة يعني القليل ما يعني ما بنشوف المرأة هي اللي بتكون مسيطرة على 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 الرجل يعني بشكل عام. العكس، بس انت عم بدك تعكسي اللي هي، انت عم بتحرضي النساء على. لا بالعكس، على لا بالعكس، بس حلو المرأة تكون قوية وشخصيتها قوية، تعرف شو بدها وتعرف شو هي بتحب وتعيش مثل ما هي بتحب، ما حدا يجبرها تعيش على مزاجه. برافو. لا انا هذا الكلام بحترمه، انا بحترم، انا رجل ديمقراطي يعني بحترم راي المراه وبحترم شخصيتها وحضورها وكيانها، ما بحب ان يكون افرض رايي يعني او بشكل عام، بس انه يعني نحن بشكل عام انه نحن مثل ما عم نقول انه بالمجتمع الشرقي في
بيه هيك، بس هي انت عم تقول الاغنية فاني يعني، او بس هيك هلأ رجال بيكتروا يعني اعجابهم فيكي، والله بدي كيف حسيتي بعد هيدي الاغنية؟ على حسب يعني، اكيد انا هيك هيك عندي معجبين يعني من غير ما يكون في غنية. ما شاء الله اكيد انت حلوة يعني لميس، يعني ما شاء الله انه حلوة. هلأ لما بتغني غنية قديش حققت مشاهدات لحديت هلأ؟ 95 مليون. 95 مليون بس على التيك توك فجرت الدنيا على التيك توك. على التيك توك عملت الناس كثير حبوا الحمد لله. ايه ما في ناس حكوا معك يتبنوك شركة اي شيء؟ هلا انا صراحة ضد الفكرة هاي، ما بدي انه حدا ينتج لي، انا عم بنتج لحالي وانا عم بشتغل لحالي فانا مرتاحة هيك. طبعا نحن مع المقربة من فوق المبدع حبيبي فؤاد. فؤاد هلا حبيبي يا علوشي، يعني انا شهادتي فيه مجروحة، فؤاد فعلا يعني فنان ومبدع بمجاله. الله يخليك علوشي. اختار صح، هي مسيطرة عليك. لا لميس ما فيها اسلمتها. لميس اطيب قلب واحسن انسان، وبنت كثير بتحب شغلها وبتحب تابع شغلها باوليه، يعني باول كل ما خلص الكليب فؤاد شو صار، فؤاد شو صار، يعني باليوم 50 تليفون عشان خلص الكليب. كيف تعرفت علي لميس؟ انت بتعرفي قبل الاغنية ولا بعد الاغنية؟ لا انا بعد الاغنية. بعد الأغنية تعرفت عليها؟ تعرفت عليها لميس وعجبت بأداء أو بصوته وكذا، لأنه بتحب الأفكار المجنونة الصراحة، الأفكار اللي هي out of the box. يعني الكليب تاعها بدنا نشتغل عليه شهرين تقريبا لنطلع هيك شغل، فإن شاء الله يعجب العالم وإن شاء الله يعني من نجاح لنجاح، أكيد تستاهل كل خير لميس. شو الأغنية الجديدة؟ شو كيف شو حتكون؟ يعني عادة لما الواحد بيعمل أغنية قوية أو بتكسر الدنيا بيكون خياراته صعبة أو بيكون بظرف كتير صعب ليختار أغنية مثل اللي ضربت. أكيد الغنية الثانية كانت أصعب بكتير، يعني قعدت دور وسمعت كذا، يعني كان كذا أوبشن قدامي بس حبيتها أول ما سمعتها وأخذتها. غنية كتير قوية، كتير كتير قوية. هتكون مثل مسيطر؟ أقوى. شرف تسمعينا شوي؟ لا صعب، خليها مفاجأة. يعني هيك شو قصتها؟ أو نفس النقوزة بالرجل؟ نفس الجو يعني. قريب كتير لمسيطرة، مش قريب كتير يعني نفس المود. العالم بتفكر إنه هي مسيطرة، هي بشبهوها للميس كتير، بس هي الغنيتها نفس الفكرة قريبة لها، هي بتحب هذا الستيم يعني هذا الستايل تاعها، هذا الستايل هي الرقص اللي هي الستايل المجنونة اللي بنحكي. يعني لميس بتحب كتير رياضة، يعني الكليب اخترنا انه لوكيشن يكون بالجيم برياضة، اخترنا بمحل اسمه ذا سماش، تكسير وتكسير، يعني شيء مجنون الكليب. عملي متر رضوى الشربيني بالغناء بس. يعني عليه الغنية الاولى مسيطرة، الثانية متمكنة. شوف انت بقى الثاني متمكنه، الثاني متمكنه. يعني انت شو بتوقع من غنيه متمكنه؟ صورنا خلصنا الكليب بعد يومين بينزل ان شاء الله. شوف شو راح يصير فيه بعد يومين ولا اربع ايام، بينزل ان شاء الله الكليب ان شاء الله. انا ناطر اغنيه كثير حلوه لميس، بدنا نعرف شوي عنك، في ناس كثير ما بتعرفك. انت لميس من سوريا قلنا، مقيمه بالامارات بدبي حاليا. كنت مقيمه بمصر ولسه جايه على الامارات من 3 شهور هيك. شو بتشتغلي لميس؟ شو كنت يعني شو تشتغلي غير الغناء؟ شوف انا بلوجر موديل كنت على الانستغرام وهيك، وحياتي هيك بس، يعني ما كنت بشتغل شيء معين. كم حدا بالبيت انتو؟ كم بنت او كم شاب او كلنا بنات، كلنا مسيطرين. الله عينه بيك امي، كيف امي؟ لا امي كتير طيبه للاسف. يا ريت ماما. صوتك كتير حلو، يعني مش فكر انه مش ستيل مسيطره، لا صوتك كتير حلو، يعني بتدندن بنكون قاعدين لحالنا. حلو بس قصدي ستيل مسيطره غير كليا. حبيت البحه بيصير. شوف كيف على السريع منها عامل حالها هي المسيطره على الهواء هلا، مش عارف شو والله. يعني حبيت معكم يعني بس 3 بنات. شو درستي؟ شو تعلمتي بحياتك؟ الصراحه ما كملت تعليم، يعني بكالوريا وقفت، ما كان لي بالدراسة كتير، ما بحبها. كم مرة حبيتي بحياتك؟ كم مرة حبيت؟ ما حبيت لسه. حبيتي؟ يعني فيك يعني ما بسميها حب، يعني ممكن تعلقت بس ما حبيت يعني لسه حب. رجل أحلامك مسيطرة؟ صعب. رجل أحلامي مو موجود تقريبا، ما عم لاقي. أنا عم تحكي كل هيدا الرجال الموجودة بالكون
ما بعرف ما 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 في رزق حدا بقى تسيطر عليه وحده. ليش بدي سيطر؟ بالعكس انت قبل شوي قلت مسيطره. عم اقول لك السيطره مو بهيك. قلت على فكره هلا في يعني انت التوضيح الحلو اللي قلتيه انه المسيطره المراه بانوثتها. بس على فكره لميس غير الكليب كليا، يعني مش البنت المسيطره فكره مسيطره، اطيب منها ما في، كثير طيبه مبين، يعني كثير طيبه كثير بريئه كثير هادي، بتشوفها انت بالكليب انه البنت هادي شوي بتعذب شوي. لميس شو هواياتك؟ شو بتحبي يعني غير انه مثلا الاغاني وهيك؟ ممكن نشوفك عم بتمثلي مثلا؟ انا طلعت قبل هيك كم مشهد صغار. هلا بحب التمثيل بس مشكلته صعب شوي، يعني بده وقت كتير فاهمني، بده فضاوه بزياده. يعني غير عن الغنى، بتسجل غنيه، عندك حفله، عندك مدري شو، بتصور كليب، تمثيل صعب. يعني نحن عدنا مشهد مثلا يوم كامل، فموضوع مو سهل بالنسبه لتم. بس اذا اجاني شيء قوي ومتمكن ومسيطر وكله على بعضه باكج، ليش لا؟ والله بتستاهلي لميس. طب بلشتي بالحفلات، عملتي حفلات وهيك؟ بصراحة أنا مستنية الغنية الثانية تنزل وبعدين إن شاء الله ببلش. طب ليش عم تتهربي من الإعلام بشكل عام؟ يعني ما عم تطلع بلقاءات عالمية؟ لا ما عم بتهرب والله، بس أنا كنت مثل ما قلت لك مشغولة الفترة اللي راحت، بس مو أكتر. طب سؤال، يعني هل أنت يعني مثلا مثل هلا عم نحضر الفنان الكبير جورج وسوف، شفناك كتير مستمتعة. فنان جورج وسوف ما بيحب اللقاءات، بحب يغني هو، ومثل كمان الفنان فضل شاكر. انت على نفس هذا ستايل؟ انا ممكن ما بحب احكي كثير، ماني من النوع اللي بحب الحكي كثير يعني. بس بتطلع هيك بعيونك بتسيطر على الوضع وكله بيلتزم الصمت تقريبا. طيب جورج وسوف شو حافظت له غنية هيك بتحبيها؟ هلا شفتك كثير بنسجم. والله يعني بحافظت له بس ما غنيت له ولا مره. وجر وسوف خسرت كل الناس علشانه استحملت اللوم، ازاي بعد ده كله يسيبني، ما تصورتش غدره في يوم. الله الله، انا نسمع مسيطرة. مسيطرة؟ مسيطرة همشيك مسطرة، هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا، ايوه انا مسيطره يا حته سكره، طول ما انت معايا تمشي على هوايا انا متكبره. تسلم على الصوت. وفؤاد حبيبي انا بحبك حبيبي علي، حبيت لميس كمان حبيبي، وانا حبيت الاغنيه على فكره. يعني انا اول ما سمعتها ما شاء الله، يعني قلت مثل ما قلت لك افتكرتك مصرية، تفاجأت لما عرفتك سورية. وانت وفؤاد ثنائي جميل، خليكم ايد واحدة، وعن جد بتعملوا شغل كثير حلو. والله انتبهوا لبعض والله يوفقكم. الله يخليكم، انبسطنا بوجودك معنا اليوم علوش. شكرا لك، يعني انت نجم ومع نجوم كملت حبيبي.